السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخواني اخواتي على قناة كريبتو الارت. شكرا على 891 مشترك. اليوم معنا شرح جديد بس راح يكون مغاير عن الايردروب. راح نتجه للمواقع الروسية اللي اشوفها حاليا يعني متروجة في الاسواق. اول شي بنروح على جولدن تي، هذا هو. طريقة تسجيل سهلة جدا، ايميل باسورد اعادة كتابة الباسورد. بس اول شي بنحكي عن الموقع هذا، راح اخبركم انا من متى انا متسجلة فيه ومن متى عندها الرصيد وكم يسوى هذا الرصيد وكيف طريقة الاشتغال. هو موقع طبعا صادق من 2014 هذا الموقع، نفس هذا الموقع Golden Mines انا متسجلة فيه من 2016. طبعا هذا الايميل اللي قدرت اسحب منه بس 396 روبل، عندي تقريبا 12 بليار، يعني هذا هو من عملة الروبل. طبعا اذا رحنا اول شيء نروح نشرح جولدن تي وبعدين نروح على جولدن مايز. خليكم معايا عشان اعطيكم الاختصار يعني من الاخر، لا حد يجي يكذب عليك ويقول لك ربح. صحيح ربح قوي، هذا هو ربحي في الثاني، ربحي قوي وصحوبات موجودة وكل شيء، بس بالقطارة يعني تاخذ لك الروبل بالقطارة، لازم تستثمر. خليكم معي نشرح اول شيء هذا الموقع. عند تسجيلك راح يعطيك 10,000 كوينز اللي هم هادو، راح تشتري بيهم شجيرات. بتروح على ستور هنا، اول شيء راح اسوي معك قدامكم شراء. انا عندي 200,000 و300,000 كوين. اوكي اول سمول باش، اول شجيرة تعطيك 10,000 واحد قطعة، يعطيك 100 ليفرز اورلي. اوكي تاني حاجة 100,000 والمليون، هذي اكبر واحدة تجيك فيها ربح سريع. بس احنا بناخد هذي، اوكي نشتري واحدة. طبعا هذا لازم ضروري يكون عندك في المزرعة حقتك او الله يعزكم الكل بالدق بيكون عندك. المهم راح نشتري قدامكم باي. انت اول ما تدخل بيعطوك 10,000 او شجيرة تستثمرها. طبعا الموقع هذا خلاص انا اشتريتها، الموقع هذا ما ينفع معه بالمجاني ولا حد يقول لك في الاحلام مش في الاحلام. هذا رصيدي وراح اخبركم كم سحبت البارح بالضبط، لانه استثمرت وبعدين سحبت. طيب نروح على الجيم هنا، الشجيرة اللي اشتريناها راح نحصل الشجيرات اللي معانا كلهم، هذا هم نجيب هذه نحطها مثلا هنا. هنا مثلا خلاص انحطت. طبعا انا عندي كولكت، اول شيء عندي الاوراق الشجيرات نسوي كولكت وبعدين راح نبيعهم عشان يتزاد نص، 50% هنا 50% هنا. انت تذكروا الاسعار هذه. اوكي سيل خلاص، هنا صارت 141,000 وهنا نفس الشيء. طيب اذا جينا نسوي كاش اوت، هنا كاش اوت. المشكلة هذا الموقع يشتغل بالطاقة، لازم يكون عندك نظام الطاقة. كيف الطاقة؟ ضروري كل يوم تكون مستثمر اول في الموقع عشان تفتح لك الخانة هذه انرجي ماركت، عشان تقدر تبيع كل 1,000 كوينز مقابل سعر الطاقة هذه. هنا 1,000 كوينز هذه مقابل، انت في اول ما تدخل ما راح تفتح معك هاي الخانة ابدا، راح يقولك لازم تكون مسوي ايداع في الموقع فوق 1,000 روبل، يعني 1,000 روبل ما يعادل بالدولار 13 دولار. انت راح تروح تحط 1,000 روبل، بيعطيك اياها، بيعطيك 300 طاقة، 300 طاقة وبعدين تصير تجمع
الكتب هنا وخلاص. إذا رحنا نحسب كم عندنا هذه بالضبط، 945، 945، 452، يعني حوالي 12,000 دولار بالضبط. بس مش قادرة أسحبها، ليش؟ لأنه موضوع الطاقة مثل ما خبرتكم، وهذا المبلغ، وهذا المبلغ اللي راح أشرح لكم إياه، هذا الموقع الثاني اللي راح أشرح لكم إياه نفس الموضوع، موضوع النقاط عندي فيه تقريبا 165,000 دولار. المهم مشكلة المواقع هذه الروسية. أوكي، ولو حتى تستثمر راح تاخد فلوسك بالقطارة، يعني هو صح صادق وبيدفع وكل شيء، بس مش هذاك الربح اللي انت متخيله. ممكن على شهر شهرين ترجع فلوسك وبعدين يصير ربحك. اوكي، هنا اول شيء بتروح على تسوي ديبوزيت، اللي الناس اللي مهتمة بالربح البطيء يعني بالراحة والراحة، المهم يكون عندها مدخول، تروح تسوي ديبوزيت هنا. انا البارح سويت ديبوزيت عشان اعطوني 300 طاقة، وفتحت لي الخانة هذه اللي راح اسوي لها الحين اكسشينج 1000 قطعة مقابل 0.6442 انرجي. هنا بنسوي لها اكسشينج قدامكم، راح انخصمت من فوق. اوكي، راحت لي هنا. اذا قدرنا نسحب الحين على 1.3، بيشوفي خلاص يقولك بكرة تعال وسوي الألف، يعني عندك في اليوم 1000 فقط. إذا نبغى نزيد إنكريس لازم تدفع، إذا ضغطنا على إنكريس لازم تدفع، يعني أنت تبغى الطاقة أكثر في اليوم، مثلا نبغى 10,000 في اليوم في الطاقة، يعطيك 60، لازم تدفع 60. لما تسوي إنكريس بيحولك اللي تدفع فلوس نفس الشيء. المهم بنروح على كاش اوت، بنشوف السحوبات اللي سحبنا البارح. طبعا اذا شفتوا هنا السحوبات كلها من 2016 وبعدين 2017، ما دخل كثير مرة. بارح بس 4/3 سحبت على 300 روبل على المحفظة، بس اودعت اول شيء، اعطوني الطاقة وبعدين سحبت نص المبلغ، اودعت تقريبا 13 دولار، بس عشان تفتح لي الخانة مثل ما خبرتكم، خانة انرجي ماركت، عشان كل يوم اجي اخذ القطعة هذه حق الطاقة. طيب نشوف السحب اذا نقدر نسحب قدامكم ولا لا. اذا رحنا على كاش اوت، اوكي، بنجيب عفوا، ننزل تحت بنسوي كاش اوت ماني باي، هذا كم عندي رصيد في الروبل. المينيموم طبعا 1، الماكسيموم 10,000 روبل. طبعا احنا بنسوي على حسب كم عندنا انرجي، يعني عندنا احنا 1.2 بنسوي 2 مثلا، وبنغير الولد حقنا ونسوي كده، بنشوف على كم السحب المينيموم. طيب هو كاتب هنا 1 المينيموم، كاش اوت ماني 1 روبل، يعني كل يوم تاخذ تقريبا 1 روبل للناس، بس لازم اداء اقل شيء 13 دولار مثل ما خبرتكم عشان تقدر تفتح الخانة. خلاص انسحبت اهي، بس يجينا على الايميل بان تم الإيداع على الباير، راح أراويكم إثبات. بنروح نشرح الجولد ماين، هذا نفس الشيء، هذا مشكلته النقاط. طيب إذا رحنا على الويدرو نشوف إحنا من متى سحبنا لين متى، بس النت تعبان شوية. هذه الخانة عندك على الكارت، أوكي، على يوماني كيوي باير. طبعا إيداع على الباير عندك حق يكون عندك 5,000، 5,000 جولد يعني 5,000 يعني 500 روبل،
اوكي هنا تكتب الخانة وخلاص. المشكلة انا عندي في ال enough point بس 1886. الحلو اللي في الموقع انا لانه هاملة من زمان وانا احاول اسوي فيه يعني اشوف طريقة السحب وكيف. كل يوم تدخل تجمع النقاط بس كده، بس لزيارتك في الموقع يتجمعوا لك النقاط. كانت عندي 1877، قبل شوية صارت 1886 اللي هي كاش بوينت 18 روبل. يعني انا اقدر اسحب على 18، هم يقولوا على 5000 يعني 50 روبل. اوكي كل هالقضية بالخمسين. لازم تجيب احالات تستثمر معاك، والمحيل لازم يجيب احالات وهكذا. هذه فكرة الموقع، بس المشكلة اللي معاي هنا مبلغ كبير جدا، واللي ما عنده اي فكرة وقادر يحل الموقع هذا ويجيب يعني وعارف انه راح يقدر يسحب هذا المبلغ، لا نص من المبلغ هذا. وهذا المبلغ اذا حسبناه بيساوي فوق 100,000 دولار. فانا صعب، ما عرفت لها طريقة. طبعا الموقع لساته بيدفع وهذه الصحوبات اللي كانت من 2016 2017 2016، كلها 2016 ما سحبت ولا مرة منه حاليا. بس هو صادق لساته، بشوف إثباتات سحب. بس أوصل 5000 بوينت راح أسحب قدامكم. بس المقصود من هذا الفيديو اللي معاه فكرة كيف نقدر نسحب المبلغ هذا. طيب الناس اللي جدد اللي عاوزة تشتغل في الموقع هذا، هو عبارة عن أقزام. بنروح على الماينز هنا، أول شي بنروح على الير أون كام، هادو الأقزام. أنا عندي على القزم الأول 2274 قزم، يعني القزم يعني مثل الشركة موظفينها وخلاص. عندي 2274 موظف من كيدز، والتاني ستودنت، يعني هذا أحسن من هذا وهذا أحسن من الاثنين وهكذا. هذا ستودنت عندي 658، هذا إكسبيرينس يعني عالي عندهم، عندي 1224، وهذا الميتشر 1001 وخلاص. بروفيشنال هذا أكثر واحد شارية يعني حاطة في الموظفين، عندي فيه 56,730 موظف. طيب إذا رحنا على الماينز نسوي كولكت للجميع، تكت هذا ستور هاوس، نزلوا تحت. أوكي بنروح على هنا نبيع هذا. انتوا انتبهوا للرصيد اللي عندي هنا وهنا، عشان في ناس بتقول لك لا مش صحيح. بروسيس خلاص، انضاف نص على الشراء ونص على السحب. فهذا هو الموقع. طبعا هنا ديلي بونس للناس الجدد، تيجي هنا تاخد جيت بونس. هنا انا اخذت 35، فيك تروح تشتري قزم. مثلا انا راح اشتري هنا 100 قزم قدامكم، لانه الرصيد عندك ما فينا اشتري اكثر من 100. اذا حطيت 1000 مثلا ما راح يعطيني، يقولك المينيموم 100، الماكسيموم 100. طيب 100 قزم، تذكروا هذا الرقم اشترى لي. اوكي نزيد 100 ثانية، اشترى لي وهي رايحة. بس انا ما عندي وقت اصير اشتريهم كلهم ب48 مليار، يعني مليار. فالمهم اللي عنده فكرة للموقع هذا له نص المبلغ بياخده وخلاص. راح اخليكم جميع الروابط اللي ناوي يشتغل عليهم يشتغل. اوكي فالمواقع صادقة بتدفع، بس الصعب ان تطلع منها فلوس يعني بالقطارة، يعني مش ذاك المبلغ اللي خيالي اللي تشوفه ب5000 7000 دولار. المهم اشوفكم على خير في فيديو لاحقنا. سلام.